مشاهدينا ارجعنا لكم. خلينيك شيف في السلطه. السلطه نتاعي حضرت في رمشتين روعه ما شاء بكل الله. بكل ضربه بونا وضربه انزل على جبن لوندور امورنا هاني ما شاء الله. من توا من توا لا نودكم ولا نشهيكم يا جماعه بارك الله. ش عندنا توا المقرونه نتاعنا؟ المقرونه نتاعنا ديجا قاعده تسيب على روحها سله سله على نار هاديه. على نار هاديه مرقتها راني بالماء سخون وخليتها تسيب على روحها. مازلت ما رميتش الكريفيت نتاعي. قلنا كي قريب سيتيب نرمي الكريفيت ونرمي الفلفل نتاعي هذاك. عندنا ديسير. عندنا ديسير. الديسير وما ادراك ما الديسير. اي سيدي عندي كريم تشيز وعندي بسكوي وعندنا فريز. عندي فريز الله. وباش نجيب لك المعجون نتاعنا عبيده هو اللي باش يعطينا اكتوش البنينه حتى في الديكوراسيون في العين. مش نورمال. شنو باش تجيب لنا سفرجل؟ اي شنو تحب باش طلعتو؟ احنا عندنا سفرجل. وعندك مثال سفرجل نحب السفرجل. والله كله لهم كرموس وفاز الكل عام. عندي خذيت باكو بسكوي اللي تحبوه انتوما ذوبت له الزبده وريحته باش نحطو في الكيس نتاعي. باهي اوعى انت ساكن هوني كل يوم صاحبي صح عليك انت اللي تعرف كل الكيس هذاك نعرفه والله نعرفه شبهت عليه هذيك شنو هي الكريمه هذيك هذيا كريمه تشيز باهي انا مش نحطها واحده انا باش نكها بمعجون عبيده ناخذ شويه معجون اي تخلطها مع بعضها اي باش نكها بشويه معجون عبيده كريمه تشيز حسب ما فهمتينا معناها كريم جبن اي فوالا دريت مقولي في الانجلي تشيز جبن كريم تشيز كريم جبن القولي تحبوه انتم معناها ما تخليوش نطخ تنجموا كيما تنجموا تخليوها نطخ انا اخترت اليوم باش نكهو بالمعجون معجون سفرجل عبيده سفرجل فوالا هذيك الدوره كيفاش هذيك الدور فيها بالكومبا هذيك تفهم شيف من مش شيف من تشيز اللي تعرف نيك السكوبيلو تاع لولو تاع الكومبا ناخذ دخش نمسح الكيس نتاعي ديما ريت هذه ما تجيش لبالك راه ما يجيش بالك راه جديد هي تبارك الله كل خاطر هذيك العين تاكل قبل الفم هذاك فوالا ديما حاجه نظيفه نعمل ديبراساج ديما قدامي نظيف اقرا نعمل دي براساج ودي دوخش الدوخش مادام عندي دوخش مادام دنيتي كلها نظيفه باهي يا سيدي توا باش نجي ناخذ كعبات الفخاز نتاعي باهي شيف باش تعلمني كدور هذيك بالكومبا تاع الكيس فين نجم نتعلمها باهي وين تحب تتعلم انت باتيسري عندك انت بيان سور فين تجيني للسونتر دو فورماسيون عربيه شيخ في منوبه مقابل قبه النحاس نقريو باتيسري. أنيستي. أنا اللي قرر هو. أنت تقري؟ أي. صعيبة 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 صعيبة. أنيستي نجم نجي حتى أنا. بيان سور غاي نعطيو دي ديبلوم مرحبا بكم. لو تون أنت تريح في الكيس ديسير شنو نقول لك احنا نمشيو نتفرجوا اس بي دي على في تي ار ونا مونجي بور فو مع مدام عليا شنو نقول لك؟ بيان سور مدام عليا وسيرتو الجروب ونا مونجي بور فو قاعد يعمل في حاجات باهية برشا في تونس. سيرتو قاعد يهبط في لي بون بلون بالحق راهو معناها نتبع في الجروب وشوي تري فان بيه. يهبط في برشا حاجات مزيانه اي سورتو يهبط زيدا ساعات في لي موفي بلون تاعك الغشاشه وتاعك الفازات الخايبين وهذيك حاجه باهيه خاطر قاعده الناس تشيق على رواحها وتعرف وين تمشي تاكل نصايح باهيين برشا هذاك علاش وقيت توا الفيتير مع اون مونجي بور فو عسلامة ومرحبا بكم مع عليا شريشي ومن مونجي بور فو اليوم نحن في قلب العاصمة ما بين شارع باريس ونهج مارسيليا مش بالأحرى في غيستوران لا كوبول مرحبا بكم نكتشفوا العرض متاع رمضان نحن توا في المدينة الجديدة واللي كيف ما كانوا يقولوا لها بكري مدينة الفرنسيس على خاطر تأسست تحت الاستعمار الفرنسي الهندسة متاحة أغديكو تجمع ما بين ستيل موغاسك بالأقواس والقبوب واللي كورب اي اندولاسيون تاع القرن 19 مع البلكونات الواسعه اللي تطل على الشارع مطعم لاكوبول اسمه يعني الكثير كان تبعوا هذا التفسير الهندسي مطعم لاكوبول هو مثال كيف محل ليه عام تقريب وهذا اول رمضان ليه تدخل تلقى ستيل باروك صاله حمراء على اليمين مع كل التفاصيل اللي تبعتها وصاله زرقاء على اليسار انا زرقاء اليمامه اليوم استقبلوني في طاولتي باش نرتح فخار ربي اليوم ونقعد لو منيو اللي باش يسربيوه لكم على الطاوله باش يقدمه لنا لو شيف وليد سعيد عسلامه مرحبا بكم
لاكوبول سنة أول رمضان بتاعنا حبينا نعمله رمضان مش كيما الريستوران. فما بلوزور ريستوران خدمت فيهم اللي في رمضان ناخدوا كوز من سنة حبينا نجربوا التجربة هذه في وسط البلاد شنو تعطي ونخدموا كان على طبيقة تونسية الصرفة والبحتة واللي تحب انت ونعملوا كيما في الدار تدخل ترقى شاق الفاتر كيما تحطوا للوالدة من التمر للحليب للبن للبسيس للجو الماء سلايت كل المالح اللي نحبوهم احنا نشوى دراشنوى فهمت ومن بعد يجيو كل السوب ونعشينا ذاك السوب البريك حتى شاق الفاتر انا برمواب غير بريك حتى من الساعات فما شكون يحب يحط سوابع ولا ميلي بريك ولا داكور دو محلاهم اما بريكا ذولي ما غير شغال فاتر دونك بريكا كل يوم هذيك موجوده ومن بعد لاسويت حبينا نعملوا كيما الدار ما نخليوش العباد معناتها تختار ما بين حاجه وحاجه انا طيبت اليوم في الدار قناويه وفلفل محشي امك مش باش تقول لك او قناويه وفلفل محشي مش تذوقش قرن من هنا حبينا نعملوا هكا سي ام تي بوفيه كي يجيك فوق الطاوله سي تو كيما الباتيسري كيف نعملوا دو تروا كريم تونسيه مثلا ساعات نحطوا حاجه سوري معاهم باش ناكل فهم خاطر عندنا كليوناتك اللي خير يحب تيراميسو يحب انا سوي كونت الحقيقه نحب كان تونسي في كرام ده بون نتمشاو مع الادويق الكل توا وقيت لو بلا برينسيبال هاو طلعوا زوز جيبونا كب كابو وراتا انفان اون صوص بالليمون وزعره بالوراتا خفيفه وبنينه الحق المفاجاه كانت وقت لي خرج لو ماتر دو سال بالغريدون فوق طبق كبير هز الغطاء نلقاو علوش كامل حليب مزين فوق روز بالفاكهه الروز كعبه كعبه الفاكهه تتقرمج اما العلوش يذوب في الفم كملنا العشاء بصحين مما تشتهي الانفس في الديسير غلة زريقة بوزة وعصيدة وما ننسيوش كاسة تي نستدعاكم باش تثبتوا في الكيساء وثخامتهم هذه لمسة مالي الدار ختمنا السهرة بالعود والأغاني الترابية نجمو تعاودوا تتابعونا على لي باج اون مانجي بور فو 2.0 ولا على 9.tv وتوا شهية طيبة وقيت توا شايف باش نحطوا المقرونه بتاعنا اللي اختارها سبيدي لا ريت كيفاش سبيدي الورده انا نقص على ثلاثه وانتم تحبوا على زوزه خليها طويله شويه بلي خليها كانت طويله شويه نحب الحاجه الطويل باسكو انا مش طويل فهمت نحب الفازيت هذوك في يزيا صحي لي انا وياك ونزار في هالبركه يزي في البركه في هالبركه بيان سور شو عندنا اخر توا المقرونة لهنا سي بون الصوص المقرونة باش نحرك مقرونتي ساعة قبل كل شيء نزار اسمعني شفا نعملوها الدنتي باهي اوكي الايطاليان هكا الدنتي تبدا شوية هكا مازلت شد روحها فزيت تحية لشيف جيجي ها جيجي لامورازو فوالا توا نخلي مقرونتي انا تتسمط على روحها ومن بعد هيكا ديجا رميت الجراين الفلفل شوك الريحة ديجا باش نعرف المقرونة نتاعي طابت قرتك الزيت نتاعها ورميتك الجراين الفلفل وقل لي مقرونتك ما بانها وما حدا ريحتها بس ما ذقتهاش لا من الريحه برك هي الريحه هذيك من ريحه عبيده عرفت كيفاش مازال ما ذقتش خاطرني انا نستعمل في ليزانغريديون في طنجرتي توب مالا نخليوك انت مع التوب ونمشيو للدريسه شو قولك اوكي سبيدي ميزون بلاس عندك بيذن اون بلوس هاي سبيدي الكوان بتاعنا بيان سور توت سويت توت سويت سبيدي من فوريفر كويزين جينا للكوان برقاوي وريدو هنا صحونة منصوبة تبارك الله الماكلة قدامنا شو قولك؟ شو قولك في اللي عملناه بكري؟ أنا نستنى فيه حتى يذن قريب قريب هو ما عادش برشا باهي ما تذكرش السلطة بتاعنا باش عملناها تبارك الله اللهم صل على النبي صلاة كروفيت الجبن هذيك الفازة تاع في حكة تن هذيك الجبن في حكة تن لوندور ومعاها كالصوص بونا اي فينيكري حاجة تفطر حاجة عالمية مزينة برشا سينو حسب بك الذكرى اللي عندي هنا المكرونة اي طماطم معجون عبيدة والهروس عبيدة ما يتطلبش برشا تفريح امورنا فسفس والمكرونة والمكرونة وردة وصدوم مكرونة سباجيتي وردة اللي اخترتها انت على سباجيتي اشور انا حب سباجيتي على خاطر الفازة ديك تعرف هذيك شوف شكون ما عملهاش الشيخة ما تستعملها كيف الدار الحقيقة هذيك لا ولا لا برا في ريستورون تنجم تعملها والله لا على بالي نورمال عاد الريستورون عملتها فيه
من المقرونه نمشيو للديسير اللي هو شيز كيك. تذكر واش عملناه؟ شيز كيك بون بيسكو هي كريم من دو تشيز. اما الفازه اللي عملتها الشيف بالمعجون تاع عبيده سفرجل خلطه التشيز برامون عملت حاجه مزيانه برشا. هي الحقيقه كي نشوفوها هكا فيزوالمون حاجه عالميه، حاجه مزيانه برشا يعني باز هي ما كان بار فيزوال باش نلقاو حاجه تفتق. ميرسي بوكو سبيدي اللي جيت بحثنا نورتنا، ونقول لك شاهي طيبه. مشاهدينا زاد نعطيكم رونديفو ان شاء الله انا غدوه نزار النيفر نفس التوقيت نفس القناه، نعطيكم بوسه كبيره وماكله بنينه، نقول لكم شاهي طيبه ادما. Une seule adresse, Barguewi Ridou, quand l'art et le savoir-faire se rencontrent. Barguewi Ridou, Darek, allez kifk. L'Ahnaya, Zitna Fitkirkou. Bona. Forever Cuisine. Qualité. Prix, design, garantie, tendance. Wolifiena, Tejmana. Taouadna bik, ya Abida. Natile, betbi akhir. Olivio, we deliver differently. Join our team. جبن حر في كل بر، جبن في حكة. دارش مش كيف كيف.